الشباب، ونحن إن شاء الله نستمع له بروح الشباب وإخواننا الشباب الآن، وأرحب أخواتنا أيضا النساء، أخواتنا على صحة الجميع النساء عموما. لا أطيل أن أطيل عليكم. يتفضل أستاذنا ونستمع إن شاء الله ونبصر. الشيخ ثانوية شهداء ناير بنغازي، انت ما ذكرتهاش؟ لا، قلت داس داخل مصر وخارج مصر. ليبيا داخل مصر. اهلا وسهلا. يلا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير يعني واكرمكم في الدنيا والاخره، واسعدكم في الدنيا والاخره، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والاخره. امين ان شاء الله. هو اللقاء اليوم هيكون مش محاضرة أكثر ما نعمل إيه، نكون مع بعض ممكن أسئلة وأجوبة نخلي المجال أكثر منها. الشباب مش ما هوش عمر، شباب فتوة القلب المبنية على رسوخ الإيمان وبعد الرؤية ووضوح الهدف اللي احنا بنتكلم عنه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري أتى هنا وقبره أو مقامه في اسطنبول كان عنده عمره كم سنة لما توفاه الله سبحانه وتعالى؟ 90 سنة. كم؟ 95. حاجة عدت 90 يعني. كان شاب، لأن الإمام بيجعلك شاب، بيجعلك شابة، صاحب همة وصاحبة همة. وشيخ الشباب عندكم في ليبيا مين هو؟ عمر مختار. شعمر. الله يحفظك. رحمة الله عليك. شيخ الشباب. شيخ معروف. راح كل ما يفتكر سيرة شعمر يعني بتتهز وجدانه وتهز قلبه وتهز كل كيانه لهذه الشخصيات التي لم تمت. الشباب لا يموت. الشباب مسيرة، والشباب رؤية، والشباب إيمان، والشباب إخلاص، والشباب فتوة، والشباب عمل، والشباب إنجاز. فكل من في هذه الغرفة من الأخوات والإخوة شباب، شباب. وسيد الشباب في الأنبياء هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم عن هذا نجد إن اللي بيجعل الإنسان في الفتوة وفي الروح وفي الهمة هو الإيمان. فمهما كنا في سن صغير وضعف الإيمان فينا يبقى احنا مش شباب، حتى كان عندنا 20 سنة أو 30 سنة إلى آخر. الرسالة حتى اللي هقولها دلوقتي موجهة لكل واحد فينا كشاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأكوان خلقها بملايين السنين قبل خلق آدم، ولما خلق الخلائق خلقها برضك بنفس الفكرة عشان كل دول يخدموا آدم وذرية آدم عليه السلام. يعني كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه لكي يخدمنا نحن، فدورهم كلهم كان خدمتنا نحن. فهل نحن نستطيع أن نحدد معالم الدور المنوطين بالقيام به أم لا؟ الحيوانات تخدمنا ولها دور، هي تسبح وتعبد الله سبحانه وتعالى وترعانا في خدمتها. فنحن عيب علينا اننا نكون من البشر نمره واحد، ثم اننا نكون من المسلمين وملناش اربع حاجه من اربع حاجات: دور نقوم به، رساله ننشرها، هدف نحققه، رؤيه تسعى بها البشريه. اربع حاجات، لأن ما ينفعش الطيور والحيوانات وكذا كلهم دور وأنا أبنائي وبناتي على هامش الحياة ليس لهم أي وجود. ونرجع لمين؟ يعني للأم اللي هي بنتي أو بنتك أو زوجتي أو زوجتك أو أختي أو أختك أو جدتي أو جدتك. احنا أهملنا النساء زمان كتير بفقه معوج، حرمناهم من التعليم وحرمناهم من كذا وكذا 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 ومشناهم، ولم نعاملهم كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعامل السيدة خديجة. هي كانت بالنسبة له روح، وكانت سند، وكانت عدد، وكانت مدافعة،
وكانت منفقة بكل مالها وكل جهدها من أجل الدعوة، وهي أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هي أحد ثلاثة آمنوا، طفل ورجل وامرأة. وده كان دور المرأة اللي احنا عملناه، عشان كده طلعنا في القرن العشرين، القرن الواحد والعشرين، شباب ممسوخ الهوية، شباب ممسوخ الهوية، حرمنا بناتنا وزوجاتنا من العلم وكذا 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 إلى آخره، وطلع شباب ممسوخ الهوية، وقوم ناس يعني خرجوا أولادنا إلى آخره. نرجع مرة تانية نقول ما لا نستطيع أن نعيش من غير دور. إيه دورنا في الحياة؟ إيه دورنا في الحياة؟ عايزين إيه من الحياة؟ عايزين نعمل إيه في الحياة؟ إيه رسالتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكرين الآية بتاعت سيدنا إبراهيم وأذن في الناس أذن، أنت فين يا إبراهيم؟ أنت في وسط الصحراء، يأتيك رجال يأتوك، جزاكم الله خير. فمين بيقدر ينشر الإسلام برسالته اللي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، غضة طرية واضحة طرية؟ دي رسالة. هل احنا نستطيع اننا واحنا عايشين في الدنيا دي نصنع لنا دور ننشر لنا رسالة يقول لنا رؤية؟ رؤيتنا ايه؟ نسعد كل من خلقه الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق حتى ولو ما كانش مسلم، كل مخلوق حتى ولو ما كانش من الانس، حيوانات، طيور، الى اخره. ده دورنا احنا، كان سالتنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. الخلائق في الدنيا تحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل الخلائق في الاخره تتمنى ان ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلذلك صعب علينا اننا نعيش في دنيا ربنا كرمنا فيها وجعلنا خلفاء له في الارض دون دور. ايه دورنا في الحياه؟ دورنا نتجوز ونخلف وناخد شهاده، ولا ننقذ البشريه ونسعد البشريه ونبني حياه كريمه لكل؟ سعد المصطفى صلى الله عليه وسلم باننا اتباعه صلى الله عليه وسلم، دور. ما ينفعش مسلم او مسلمه ما يكونهمش على الاطلاق، على الاطلاق، خاصه في الوقت اللي احنا عايشين فيه، وقت صعب. انا كنت لو انا قاعد هنا ان انا ليا ارتباط بليبيا فعشت فيها، عشان كده متاثر بوجودي في وسط الليبيين. كان في يوم من الايام وما زال كان خيرهم علينا لما كنا هناك في الستينات مع والدي الله يرحمه. فلذلك انا بحييكم انتم اخواننا، يعني حاضرنا احنا الايام الجميله، الايام الجميله اللي كانت، يعني مش هنرجع بقى نتكلم عن الماضي قبل 50 سنه. قبل هات لي يا ابني منديل عشان مناخيري بتجري. هنا صح، هي بتجري مناخيري وانا حجري وراها. شباب شوفت، عشان كده عندي مناخيري داخل السباق. فجزاكم الله خير. يبقى احنا عايزين نتفق على حاجه معينه، مش عايزينها تكون محاضره، لابد يكون لي دور. ان شاء الله يكون دوري قد كده بسيط، مش مهم، بس اقوم بدور. ان شاء الله اكون عامل نظافه، ان شاء الله اكون بجمع الزباله، ان شاء الله اكون حارس على باب. كل على قدر مسؤوليته وكل على قدر عطائه، بس يكون لي دور، كل دور. ما ينفعش اعيش في الدنيا من غير دور. ايه رسالتي في الدنيا دي؟ رسالتي مع اهلي، رسالتي مع قرايبي، رسالتي مع جيراني، رسالتي مع وطني، رسالتي مع مجتمعي، رسالتي مع العالم كله. الرحمة المهداة اللي جالنا كان بيحزن على روح تذهب من بين يديه
تدخل جهنم والعياذ بالله. كان بيحزن حزن شديد، روحه انفلتت مني، لأن رسالته كان هداية البشرية كلها، وليس قريش وليس العرب وليس كذا وليس كذا وليس كذا. شفت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تخرج من جامعة ولا خد دكتوراه ولا خد ماجستير ولا خد بكالوريوس ولا خد أي حاجة، لكن قوة وعمق وسعة الإيمان. اللي كان في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتجعله، كان بتجعل قلبه وحبه يسعى البشرية كلها. شوف القلب اللي قد كده يسعى الكون كله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعله الرحمة المهداة، ها؟ فبما رحمة من الله، من الله لنت لهم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمة، رحمة، جميل، حنون على أهل، عطوف. فده بالنسبة للرسالة اللي ترجمها لما كان عمه بي 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 بيفصله أو بيزايده على الدين. الله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أتخلى، ما تركته أبدا. هات الشمس هنا وهات الأمر هنا، لا يمكن. إعجاز، إعجاز، إعجاز. ليه؟ لأن تملك الإيمان من قلبه، فأحيا في بدنه كل خلية كانت تؤمن وتوحد بالله سبحانه وتعالى. الدور والرسالة المهمة، مهمتنا في الحياة نعمل إيه؟ نعمل إيه في الحياة المهمة بتاعتنا؟ لابد ننهيها قبل ما نموت بإذن الله سبحانه وتعالى. إيه هي مهمتنا؟ نحن المفروض نقوم بيها كلنا فرد فرد. هنأتي الله سبحانه وتعالى فرادة، كل منا بكتابه أو بعمله أو بنيته إلى آخره إلى آخره. إيه اللي إحنا أنجزناه في المهمة اللي إحنا ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بها بعد ما أن اصطفانا وجعلنا خلائف أو خلفاء له في الأرض سبحانه وتعالى. دي مسؤولية، مسؤولية لابد الواحد يسأل فيها نفسه اللي هي نمرة ثلاثة. أما الرابعة وهي هو إيه؟ كيف نرى العالم، ها، بنا أو بدوننا؟ كيف نرى العالم بدون إسلام؟ كيف نرى العالم بدون دور المسلمين؟ كيف نراه في ظلام حالك هالك؟ ده احنا نتكلم عليه. لذلك احنا مش هنتكلم محاضرات قدر ما هنتكلم ان احنا نعيش مشاعر صحبة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ احنا مختلفين في كل شيء دلوقتي في الدنيا، أو جعلونا نختلف وقسمونا لشراذم وشيع وأطياف وقبائل وكذا 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 وكذا، وده حاصل والعياذ بالله سبحانه ما احنا ما شايفين. لكن احنا هنتحد على الرؤية اللي رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم في وسط صعوبة صعوبة أيام الدعوة الأولى. هو يقول لما شاف يوم الأحزاب أو يوم اللي هو الأحزاب مش كده أو الخندق، أرى قصور كسرى وأرى قصور اليمن وأرى كذا وكذا، والمنافقين كان يقول إحنا مش عارفين نخرج نتبول، وده بيقول لنا قصور كسرى ومش عارف إيه. أيوة، عندي رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أنار الله بها قلبه سبحانه وتعالى. شفتوا قد إيه؟ رجل اتعلم وخرج من جامعة ولا وحتى ما خرجش من المنطقه العربيه كلها. اول ما خرج من مكه، لما راح يمكن راح الشام قبل ما يروح المكه، ما المدينه هي دي حياته. لكن هو عاش لهم العالم، وعاش لهم العالم، ومات من اجل اسعاد العالم.
لكل قرن من قرون الزمان الى ان يرث الله سبحانه وتعالى الارض ومن عليها. دي المقدمه بتاعتنا النهارده، دور، مهمه، رساله، وهدف. واضحه؟ خاصه انا بكلم الشباب العواجيز اللي قاعدين ورا دول. انت صغير، عندك 20 سنه كده. لا مش هداء يناير، انا مش هداء ابراهيم. او عجبتك؟ حلو. ظهر مناخيري وحضر الدنيا. احنا قاعدين كده، هل احنا لنا رؤية واضحة او صورة واضحة لدور الشباب في مجتمعنا؟ ونص مجتمعنا او 60% من مجتمعنا شباب، ثروة اهم من البترول واهم من الغاز واهم من المية واهم من الارض واهم من اليورانيوم واهم من كل الحاجات دي كلها، ثروة لكنها مهملة، لكنها مضيعة، لكنها مغيبة. كل ما نقدر نقول لاولادنا روح اتعلموا، بس طب هتعلم عشان اعمل ايه؟ عشان تشتغل وتاخد شغل، وبعدين هعمل ايه بيها؟ وكذا وكذا وكذا. فكنا احنا كاباء وكامهات مش قادرين نحدد معالم دور اولادنا في الحياه اللي هم ربنا استخلفنا عليهم من ساعه ما كانوا لسه يعني بيحبوا في الارض. قد ايه الامر؟ هل احنا كاباء كاجداد كامهات، ودول اكتر على الام، ان الام هي الحنون هي العطوف اللي قاعده في البيت. ساعات الاب بيكون غليظ زي حالاتي انا كده، لكن الام اللي هي بتحنن على الايه؟ على النشء كله. والمسؤوليه عليكم يا اخوات انتوا اكتر مننا. هل احنا عندنا صوره واضحه لابنائنا؟ يعني ايه زي سيدنا علي ايه؟ يعني خاوي ابنك لما يكبر، خاويه، خليه يبقى زيك اخوك. يتكلم الولد ويرفع صوته كده ومضربينه ومطالع. دلوقتي في الحاد دلوقتي موجود، اللي ينكر يبقى مش عايش في مجتمعنا، في تركيا هنا وفي كذا بلد، عشان بدون ذكر الاسماء البلاد عشان ما حدش يبقى زعلان. احنا دورنا ايه مع شبابنا اللي بيلحدوا لما شافوا ان في يوم من الايام كل شيء بقى اسود قدامهم؟ دوري ايه مع في قضيه الالحاد؟ دول ايه قضية البنات اللي هم بيسيبوني؟ ها؟ إلى آخره. يمكن في أوروبا احنا البنات بيجروا ويسيبوا الأب والأم خلاص إلى آخره، لأن في حرية أكتر من هنا من الدول اللي احنا عايشين فيها. شوف الدور ماشي إزاي؟ ماشي. احنا كان عندنا طفل رضيع أصبح امرأة أو رجل، ده بنرعاها فلتت مننا. الموضوع مش المجتمع، الموضوع أنا المجتمع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانا الراعي وانت الراعيه كذلك في البيت. فالدور احنا عندنا صوره واضحه لدور شبابنا في المجتمع اللي هم يعتبروا الثروه اللي احنا عايزين نبنيها. انا مش عايز اتكلم كتير. الساعه كام؟ 7 كانت بقى ربع ساعه دلوقتي، هتكلم كمان 10 دقايق لان عايزكم انتوا تتكلموا. يعني انا مش يعني ايه عشان ما يبقاش المعامليه، انا اصلا مش محاضر، انا عارفك انت مش محاضر. ساعة والله ازاي محاضر يعني؟ انا لسه ما كملتش الساعه، ربنا يكرمك. فهل احنا عندنا كجمعيه مثلا عندنا رؤيه استراتيجيه لدور شبابنا في المجتمع؟ لما الثروة القومية بتاعتنا، ثروة القبيلة، ثروة العيلة، ثروة العزوة، ها؟ ده سؤال بنسأله. هل احنا عندنا كوادر تستطيع انها تبني هذه الثروة او تستثمر في هذه الثروة او تنمي هذه الثروة او تحافظ على هذه الثروة؟ محاولاتك ليست مشروعة. انا بتكلم ايه عن ايه؟ بعض استفسارات كده. هل احنا نبتدي نتعلم؟ يعني دايما احنا بنحاول نعلم اولادنا التعليم التقليدي اللي هو الطب والهندسه والحاجات دي كلها. في تعليم اخر، كان يقول ابني مش عايز يتعلم نفس التعليم ده، عايز يطلع ميكانيكي، عايز يطلع تاجر، عايز يطلع سواق، عايز يطلع اي حاجه، عيب.
حرام. طب انا رغبتي كده، انا قدرتي مش قادر اتعلم الحساب والهندسه والجبر والكيمياء والطبيعه، فانا بجبره ان يتعلم حاجه مش هو مش عايزها، فده يطلع فنان مصور يعني يرسم حاجات او اي شيء من الاشياء اللي هو بيحبها الطفل. هل احنا نقدر نبني السوق؟ انا كنت لك بتكلم من شويه عن سوق الظلام، مش كده؟ سوق الظلام والايه وال في حاجه سوق تاني برضك سوق جديد. انت المغاز هو المغاز سوق جديد، ما اعرفش مين اللي في طرابلس بقى ولا في مصرات عندكم اسواق تانية. المشير فسوق الظلام ده او سيلس لو كان يعتبر السوق الشعبي. السوق الشعبي احنا عارفين قيمه السوق الشعبي ده ايه؟ اللي بنحاول فيه نحافظ على كل فرد من المجتمع ان يكون له وظيفه، حتى لو كان بينتج اي شيء في البيت ويجي يعيد، لو سمينا البازارات اي حد في الاسر. يعني عندنا حاجه اسمها في بريطانيا اسمها او في برمنجهام اسمها السوق المفتوح، بيجي يأجروا طاوله زي كده باليوم، الاسره اللي ما عندهاش راس مال بيجي يأجر الطاوله دي بس لليوم ده، يبيع اللي هو عنده في البيت سواء كان عنده لا اكل او اي شيء، لان ما يقدرش يكري محل، مش محل بس اللي هو كشك، ما يقدرش يكري كشك، فهو بيجي يأجر الطاوله دي من البلديه ويقف بيها هو ومراته وابنه، وعندهم العربيه بتاعتهم صغيره يا دوبه. وده كان هكذا يا ابني، ضحكوا علينا وان الاقتصاد يبنى بالاستلاف والاستيراد يبنى مش بالانتاج المحلي. الاقتصاد هو معد انتاج الفرد المواطن في البلد او في الوطن او في الدوله، هو ده المعدل بتاعنا. انا بنتج ولا ما بنتجش؟ اقنعونا ان الاستيراد والتصدير اهم، ها تعال ان الحاجات بتيجي بره رخيصه والحاجات كذا وكذا وكذا وكذا، فاصبحنا احنا امه مستهلكه وليست امه منتجه. انا هبتدي اتكلم عن الام المنتجه لما الام دي اللي قاعده ورا والاب ده اللي قاعد هنا يقول له ابني يا ابني انتج في بلدك، يا ابني ازرع في بلدك، يا ابني اصنع في بلدك، يا ابني حب بلدك، يا بنتي حب بلدك، يا بنتي حب تاريخك، يا بنتي حب مستقبل امتك اللي انت منتمي اليها. فتستطيع البنت الشابه او الابن الشاب ان يكون له دور من صغر، دور هو بيؤمن بيه وبيعيش عشان يحققه لما يكبر. دي حق مقولات كده، قسمة الأعمال بمدى تأثيرها في بناء المجتمعات، خصائص بناء المجتمعات، حاجات انت فاهمينها أكتر مني. يكون الشخص مؤمن بمجتمعه، ليه رسالة يوديها مهمة، منتج، الصفات الشخصية اللي احنا عارفينها كلها، الإخلاص والتواضع والاجتهاد في العمل والصدق إلى آخره. ده بقى اللي مهم ده، وأنا هختم بدي، لأن أنا طبعا بما إن أنا مولود في مصر مش كده برضه، فبحب الأهرامات. وإحنا اللي بناها الأهرامات، محدش تاني بناها إلا مين؟ إلا الليبيين. إحنا عايزين يعني إيه صناعة؟ كلمة صناعة دي بيخش فيها كل مكونات التصنيع وكل مكونات الإنتاج وكل مكونات التسويق وكل مكونات الحرفيات وكل مكونات التعليم إلى آخره، لأنه عايز صناعة، صناعة زراعية، صناعة ألبان، صناعة طائرات، صناعة البناء. فكلمة صناعة مش مجرد ان انا يعني بعمل حاجة كده اصنعها في ورشة، لا، دي منظومة او موسوعة بتخش فيها مكونات الصنعة والصانع والمصنع والمنتج والتسويق الى اخره. فانا ببدأها منين؟ ببدأها ده بالنسبة لحركة اجتماعية. حركة اجتماعية معناها ان انا عايز ابني المجتمع، عايز اخلي الشباب اللي قاعدين هنا في الغرفة دول يعرفوا كيف يبنوا مجتمعاتهم، كيف يبنوا جمعيات، كيف يبنوا مؤسسات، كيف يربطوا بين شتات المجتمعات بعضهم مع بعض، كيف يرجموا الفجوات اللي في المجتمع.
فببدأ بالفرد. الفرد فينا لابد بينفعل لما يكون في كارثة. فبتبدأ ازاي؟ بتبدأ بالفرد. حصل كارثة، حصل فيضان، حصل ايه ده يا ربي، حرب، زلزال، الى اخره الى اخره الى اخره. ها فابدا انا بنفعل، دي فطره طبيعيه عشان انجد اللي حاولي، الفزعه بنسميها الفزعه او الهبه عشان النجده. فبتبقى في رده فعل، ثم احول رده الفعل دي الى ايه؟ الى شيء بعمله كل موسم. انا في موسم الحصاد بطلع الزكاه بوزعها على الفقراء، بطلع الصدقات ووزعها، بطلع كل حاجه ووزعها. فانا اصبحت رده الفعل بتاعتي مساعده الفقير، مساعده المحتاج، تحولت الى شيء موسمي كل سنه. فاحنا بنبدا ازاي؟ يمكن لو انا بضرب المثل من 35 سنه، يمكن من اسبوع، من اسبوعين احنا كملنا كوغاث اسلاميه، كملت 35 سنه يوم 17 يناير. من 35 سنه لما احنا بدانا ما كانش عندنا لا رؤيه ولا اي حاجه الا ان هي رده الفعل، لان في مجاعه في افريقيا، ما كانش في دور ما كانش في ايه دور للمسلمين لهذه المجاعه على الاطلاق في اوروبا كلها. يعني احنا بنتكلم عن بريطانيا، واكتشفنا ان المجاعه دي بتصيب، كانت في شرق افريقيا في حته اسمها اريتريا وتجراي، بتصيب المسلمين وغير المسلمين، وقلنا لازم يكون لنا ايه دور. ان كل اللي بنعمله بناخد، في حد معاه شنطه بلاستيك اللي بيشوف بيها تشتري فيها الخضار والحاجات دي كلها، ماشيين في الشوارع كيس البلاستيك، نوزع اوراق، ها، ونلم تبرعات. وانا بعمل الدكتوراه، انا واخد دكتوراه، انا مش انا واخد دكتوراه، خدتها انا مش كده ولا خدتها مش كده؟ فالمهم، فكنت اتكلم شاب زميلي اسمه احسان من 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 فلسطين، هو عراقي فلسطيني او فلسطيني عراقي، عراق فلسطيني، فلسطيني لا لا فلسطيني عراقي مش كده؟ فلسطيني عراقي، فلسطيني عراقي. وانا كان هو سبحان الله يتميز بايه؟ يتميز بنقاء السريره، تجد الايمان على وجهه في ابتسامه. لا يعني الناس من الناس الربانيين يعني بفضل الله سبحانه. انا كنت لساني طويل وامشي في الشوارع واكلم الناس والم الحاجات دي كلها، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى لما فضله بدانا هذا. لا كان عندنا رؤيه ولا امكانيات ولا كرسي حتى ولا عنوان ولا اي شيء ولا اي شيء على الاطلاق، لكن حسينا ان في سنه 83 لابد يكون لنا دور، لابد يكون لنا دور. فمشينا في الشوارع، كان كل الهدف الوحيد نعمل ايه؟ نساعد الناس المسلمين او المغلابه اللي موجودين فين؟ في افريقيا في المجاعه دي فقط، منتهى البساطه. مفيش سنه يعني، هي المجاعه حصلت في الصيف في 83، احنا بدانا في 84 يناير 84 14 84. فكان مجرد ان عايزين يكون لنا دور، ما كناش بنحلم ان في يوم من الايام يكون الجمعيه دي هيكونها عندها 44 مكتب في العالم، او من 20 قرش لحوالي 300 مليون دولار وهكذا. لكن لما انت بتشعر ان انت عندك دور عايز تقوم بيه، مش مهم يكون الدور في اول العمل حجمه قد ايه، المهم ان انت تقوم بيه. واغلب ان لم يكن كل اللي ساعدوا في الفتره دي كلها شباب الثانوي، شباب الجامعات، شباب الصغيرين، دول اطفال الصغيرين بيعملوا كل شيء في الوقت الجميل ده اللي هو ايام الزمن ايه الجميل. يبقى احنا بنتكلم عشان نبني احنا جمعيه او نبني مؤسسه او نبني صناعه. اذا كنت انا عايز ابني يبقى انا قلت عاطفتي انا في وقت الكارثه هي ايه؟ بعمل رده فعل، وبعدين بحول المنتج بتاعي لمنتج موسمي. يعني اطلع الزكاه، اطلع الصدقات، اطلع الاضاحي، اطلع كذا، اطلع في مواسم معينه. وبعدين بيبقى عملي كل سنه تقليدي. بعمل نفس المشاريع كلها. وبعدين بعد كده ابتدي ايه؟ ان انا اكون جمعيه. في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ما ينفعش الانسان يشتغل بطريقه فرديه. ابدا. لابد يكون لك كيان زي الكيان ده، جزاكم الله خير، مؤسسه هنا، لان الناس هتتعامل مع مين؟ هتتعامل مع كيان. فلابد ان نحسن بناء هذا الكيان الذي من خلاله نستطيع ان نقوم بالتدريب والتاهيل والمساعده والاعلام الى اخره الى اخره.
لأن تغير العالم في تركيباته الجغرافية وتركيباته السياسية والاقتصادية لأخره، لأنه أصبح يتعامل مع كائنات بعد ما كان بيتعامل مع أفراد. فلابد أن احنا نعمل اللي هي الجمعية اللي احنا بنتكلم عليها. شوف احنا مرينا ايه؟ 1 2 3 4 5 عشان نعملها. يعني معناها ايه؟ انا هديكم مثلا عشان اقرب الموضوع ده عليكم. حد من الشباب هنا، تعال هنا فاروق، خد بالك عنده 15 سنه الواد ده، مش كده؟ 10. هو كان عنده فكره انه يساعد حد. فبدنا نبدا ازاي؟ من الفكره للحضاره، او من الفكره دي للصناعه. وما بتكلمتش بتنام الليل. فقعد يكلم الشباب صحابه 4 أو 5 أو 3 أو 2 عشان ايه؟ عايز يخليهم يؤمنوا بالفكرة. لابد هو اصلا يؤمن بالفكرة، وبعدين يخلي اللي حواليه يؤمنوا بنفس الفكرة. لما حواليه يؤمنوا بنفس الفكرة، يبتدي يعمل منهم مجموعة بنسميها مجموعة العمل الاولى. المالك يا بنات، مجموعة العمل المفروضة. تعالوا يا شباب اقعدوا هنا على الكراسي، يعني تعالوا اقعدوا على الارض، اقعدوا في كل حته. انا جايب كده مش كده. فلابد في الاول خالص ان احنا ايه؟ نشوف الفكره اللي بيؤمن بيها فاروق او غيره علشان نحولها لجمعيه. زي ما هنا هو رده الفعل دي هي الفكره الاولانيه، ازاي ان احنا نساعد، ازاي ان نساعد اللي هو المحتاج. ازاي نساعد المحتاج. بعد كده هو حول الفكره دي عشان نمشي في التدرج، ازاي نبني جمعيه ونبني مؤسسه الى اخره، اللي بدا مشروع على مستوى الحاره، مش بيسموه حاره عندنا، حاره او على مستوى الحاره. نجح المشروع عشان ايه؟ منخول يعني ارسمها هنا بس عشان الرسمه الثانيه دي بتكون ازاي الفكره تطلع حضاره. ادي الفكره اهي، بعدين مشروع، جمعية، مؤسسة، فكر، ثقافة، اسمها ايه؟ نهضة، دي احنا ماشيين في الدوره المجتمعيه عشان نحول فكرتنا لحضاره او لتاريخ. وانا هنحول فكرتنا لصناعه مؤسسيه، بس التركيز يكون على ايه؟ معايا يا فاروق؟ عادك بقى ولا ايه؟ التركيز ما يكونش على المفكر، ودي دي دي, دي الشيء اللي احنا بنقع فيه. التركيز يكون على الفكره. احنا دايما بننسى الفكره ويقول الحاج فلان هو اللي عمل كل شيء. حلوه الاخيره هذه. ما ينفعش. ها؟ ما ينفعش، والا مش هتتحرك. من غير الحاج فلان والشيخة فلانة مش هنتحرك. قايد روحك. خدت بالك؟ اديك جزاكم الله خير انك قلتها. فلابد نركز على الفكره. لو ركزنا على الفكره هتتحول من فكره لمشروع لجمعيه لمؤسسه. كلمه مؤسسه هنا مش اللي هي الفاونديشن اللي بتعملها الاسره. كانت مؤسسة إن هي مكتملة الأركان في الكيان المؤسسي، تستطيع أن يكون لها كيانات داخل الهيكل بتاعها، وتتعامل مع المجتمع وتختار من المجتمع أنسب من هم في المجتمع. بس أنسب من هم في قبيلتي، وأنسب من هم في عشيرتي أو في عائلتي أو في جماعتي إلى آخره. أنسب من في المجتمع للمجتمع يكون يحوله الجمعية دي إلى مؤسسة. مؤسسة بتاخد الجمعية، بتاخد الفكرة اللي هي دي بكياناتها كلها وتحولها إلى فكر مجتمعي. دايما أنا بضرب المثل إيه؟ بالأوقاف بتاعت جامعة هارفارد وصلت لـ 40 مليار. 40 إيه؟ مليار. لو حبوا يعملوا بعد ما أصبحوا مؤسسة كبيرة زي كده، من الدخل بتاعهم بتاع الاستثمار بتاع الـ 40 مليار دول، فيلم سينمائي في هوليوود او يونيفرسال ستوديو كلف لهم 50 ولا 100 مليون دولار، هيغيروا فيه ثقافه شعوب،
وثقافة مجتمع. دائما نشوف الأفلام الأمريكية ناس بيعيشوا داخل الفيلم الأمريكي فتتغير ثقافة شعب وثقافة مجتمع. ها بإيه؟ باللي هو الاستثمار طويل المدى، لأن المؤسسة أصبح عندها الكيانات القادرة على عمل التغيير المجتمعي سواء كان في مجتمعها أو في أي العالم كله. ها صناعة السينما، يعني شوفوا أنتم مثلا فيلم الرسالة أو فيلم عمر المختار رحمة الله عليه قد إيه عملوا تأثير في المجتمع العربي والمسلم بشيء مهني حرفي حصل. أرطغرل يعني إيه؟ أرطغرل أرطغرل دلوقتي. نعم. فده شوف من الفكرة دي تاخد لها مثلا 70 سنة 80 سنة 100 سنة. هنا أيضا نفس الفرد ده اللي هيحولها لمنظمة هنا اللي هي دي الحرفية، مش 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 عرض زي كده، مش ألوان ها وصور وكذا. الحرفية هي أداة والتزام ها ومراجعة وقياس الأثر بتاع العمل بتاعنا على المجتمع نفسه. فهتحول منظمة دي منظمة عادية إلى الحرفيات اللي تبقى حرفية يعني، وبعدين المؤسسة اللي أنا رسمت هنا هو، وبعدين هي اللي هتعملنا الصناعة المجتمعية. هما نرجع بس عشان أختم أنا يعني، لأن دلوقتي تقريبا خدت نص ساعة، خدت النص ساعة يعني صح؟ النص ساعة يعني عشان أختم إن هو لما إحنا نشوف سنة 83 لما حصلت المجاعة في أفريقيا، كان وجود العرب والمسلمين في الأمم المتحدة ككيانات يكاد يكون صفر. كان في صح عرب بيشتغلوا في الأمم المتحدة، بيشتغلوا في الصليب الأحمر، لكن ككيانات ومؤسسات داخل الأمم المتحدة ولها تأثير ما كانش موجود. دلوقتي بعد 35 سنة أصبح في مؤسسات كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى طلعت، بس خدت المسيرة كام؟ 35 سنة. لما نفتكر القصة بتاعت الدكتور عبد الرحمن السميل، حد فيكم عارفه ولا مش عارفه؟ نعم. رحمة الله عليه، اللي بدأ بلا بلا شيء والحمد لله عنده 30 مكتب دلوقتي في اللي هي حاجة اسمها العون المباشر في أفريقيا، وعلى إيده بفضل الله سبحانه وتعالى أسلم يمكن 5 مليون أو 10 مليون إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. بس بدأ بفكرة، بدأ بإيه؟ رعاها زي الفلاح اللي عنده بذرة زرعها، فالبذرة تحولت إلى شجرة، شجرة عملت ثمار، الثمار راحت عملت شجرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة. في الأربعين سنة بتاعت العون المباشر الكويتي أصبحت تعتبر غابات وموائل كتيرة جدا من كل المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى، بس خدت المسيرة. فلابد نرعى البذرة بتاعتنا ونرعى الفكرة عشان تتحول فكرتنا من مجرد إن إحنا بنعمل ردة فعل إلى صناعة مؤسسية، من مجرد ان احنا فكره افكر فيها فاروق هنا هو الى نبني حضاره ونهضه في الاخر. ودي بتاخد مسيره 70 سنه 80 سنه 100 سنه او اكتر. انا مش هتكلم في علم الاجتماع لان في يمكن انتوا عندكم اقرب لمعرفه المسيره اللي كان بيتكلم عنها ابن خلدون رحمه الله عليه وغيرهم من الايه من علماء الاجتماع. انا هقف دلوقتي عشان اكتر بقيه الساعه الفاضله يكون انتوا تتكلموا او تسالوا اكتر مني، واشكركم وجزاكم الله خيرا وشكرا على الفكرة بتاعتك. بس ما عرفنا ايش الفكرة. تعال بقى طلعت الرجل.